قلنا الهالوجين من استبدال يا شباب بتتم عن طريق ايه؟ استبدال الهالوجين او الهيدروجين بالهالوجين، بندخل هالوجين مكان الايه؟ الهيدروجين. عندها اربع ذرات هيدروجين يبقى عندها اربع خطوات استبدال. لو ستة في الايثان يبقى في ست خطوات استبدال. بتعمل ايه هنا؟ بتشيل الاتش من الاربعة يبقى ثلاثة ويدخل مكانهم كلور. الاتش اللي طلعت بتروح مع مين؟ مع السي ال الثانية لأن دول اتنين. بعد كده CH3Cl ناتج الخطوة الأولى ندخله في الخطوة الثانية. هنشيل H من الثلاثة يتبقى اتنين. تدخل Cl على دي تبقى Cl2. ال H اللي طلعت مع Cl. الخطوة الثالثة بناخد ناتج الخطوة الثانية اللي هو CH2Cl2 وندخله في الخطوة الثالثة مع مين؟ Cl2. يطلع عندي CH2Cl2. هنشيل H من الاثنين يتبقى واحدة. والCl2 تبقى Cl3 والناتج النهائي الناتج السامي بقى HCl. الخطوة الأخيرة بينتج عندي CCl4. إزاي؟ شلت كل الهيدروجين وحطيت مكانه كله كلور. طيب الخطوة الأخيرة ديت ممكن نعملها تفاعل نهائي. إزاي؟ أنا عندي المثال أهو CH4 زائد أنا عملت كام خطوة استبدال؟ بكام جزيء كلور؟ 4 Cl2. الناتج النهائي كان ايه؟ CCl4 زائد HCl و HCl و HCl و HCl يبقى 4 HCl. ده كده الناتج الايه؟ النهائي. طيب تعالى نعمل المعادلة النهائية هنا قبل ما نبدأ في الإيثان. الإيثان C2H6 هيحصل له كام خطوة استبدال؟ 6. تبقى 6 Cl2 في وجود اليو في. ايه اللي هيحصل؟ هنشيل ال 6 H ونحط مكانهم 6 Cl يبقى C2Cl6 زائد 6 HCl. دي المعادلة الايه؟ النهائية. تعالى بقى نعمل الخطوة دول. قول يا عبد الرحمن. عبد الرحمن السيد. C2H6 زائد Cl2 في وجود اليو في الناتج C2 دول 6 شيل منهم واحد 5 ها Cl تدخل مكانها HCl ايات C2H5Cl زائد Cl2 بننزل بالناتج الناتج النهائي هنا ننزل بيه في الخطوه اللي بعدها. ها